بورطاج حلال لاندي نتاع البارح ما تعبش كاش حاجه لاندي فوق تندوف الجديد خالف لزميلي السيد جاب محمد. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الكريم. في محافظ الدوله احنا دمس لدى المحكمه الاداريه تندوف السيد والي في تندوف الساده الحضور من سلطات مدنيه وعسكريه. شرفتمونا بحضوركم هذا اليوم مشاركتنا اعتباري بتنصيب السيد وكيل الجمهوريه الجديد اجود ما يكون من القدرات بخدمه هذا الوطن العزيز. وان محكمتنا التي تستعد هذا اليوم اشد إنه بموجب الحركة التي قررها المجلس على القضاء في دورته الأخيرة 2019/66 تنصيب السيد إبراهيمي جلال الدين بمهام وكيل الجمهورية بمحكمة تندوف والذي ندعوه بالوقوف أمامنا. إذا شكرا زميل. إذا وبناء عليه ندعو السيد أمير الضبط لتلاوة التقارير المحددة على يتقبلوا منا فائق التقدير والاحترام لتعليمات معالي السيد وزير العدل حافظ الأكثر الذين شملتهم الحركة المذكورة بالموضوع على يجب أن تتم عملية تنصيب قبل يوم الثلاثاء لوزارة العدل الحاملة بالرقم 266 بتاريخ 26/10 وأدعوه بذات الحق بمنصبه. تفضل سمي. ونأمر السيد أمين الرحمن الرحيم. قمنا بتاريخ اليوم نحن النائب العام لدى مجلس قضاء تندوف رفقة السيد رئيس المجلس بتنصيب السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تندوف السيد إبراهيمي جلال الدين، وهذا في إطار الحركة العادية التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء في جلسته الأولى. وتدخل هذه الحركة التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء في بإعادة تنشيط وإعطاء نفس جديد للنشاط القضائي على مستوى مجلس قضاء تندوف. وشكرا.